هذا المتحف انت عامله لك صحيح. عن سيرتك صحيح. فهذا شدني كثير انه الواحد يعمل عن نفسه متحف. ايش اللي دفعك انك تسوي كذا؟ دفعني ربما بحكم اختصاصي في التاريخ، عندي اهتمام بأن أوثق كل شيء. صحيح كثير من المتاحف تؤسس بعد ما يموت الواحد. صح. أنا قلت بدي ألحق قدام أموت وأسويها بنفسي. طول العمر. وبالعكس لما تسويها بنفسك حتعرف أنت بكل دقة الأشياء وتحطها في المكان الصحيح. ما شاء الله أنت حاطط هنا صور بتمثل بداية رحلة حياتك. نعم. هي فالصورة اللي هو إيش هذه الصورة الأولى اللي فوق؟ الصورة الأولى لبيتنا القديم الذي ولدت فيه. سبحان الله، الصور بتخلي الواحد يسترجع الذاكرة سريعا. أنت ما شاء الله يعني في جيلكم يمكن قليلة اللي يقعد يحتفظ بصور بمستندات. إيش اللي دفعك من أيام أنت شاب إنك أنت هذه الصور تحتفظ بها؟ والله اهتمام شخصي، إنه يعني قدر ما أستطيع أحافظ عليه. اللي ساعدني أيضا على هذا الأمر زوجتي، ما شاء الله. يعني كنت صحيح أحرص على أن يكون هالصور موجودة، لكن من يحفظها؟ هي التي كانت تحفظها. لما جاء الوقت المناسب أسألها: يا نورة إيش عندك من صور؟ تفتح لي شنطة كبيرة قاعد هذه الصور كلها. لما بدأنا نعمل هذا المتحف تقريبا هي كانت المستشارة خلاص عندها كل شيء. لا عندها كل شيء. اهتمامي بالبزنس كارد، البطاقات التعريفية. بزنس كارد. فلدينا ما شاء الله. يمكن لدي يمكن حوالي 4000 بزنس كارد. أنا قلت بحسب بس هذه. لا كيف، شوف هنا حاجات وهنا حاجات كلها شيء ممكن نفوز بجائزة كينس. والبزنس كارد إيش محتفظ يعني بشخصيات مهمة ولا؟ كل شيء فيها، وزراء، أطباء، فيها مؤلفين، فيها أصحاب بنشر. بنشر كمان؟ لو أروح أجي عند راعي البنشر ولا هذا قال هذا عنواننا إذا تبغى تغير البنشر حقك. فاحتفظت بكل ما كل من أعطاني بزنس كارد احتفظت به. ما شاء الله. انت تشوف ايش 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 فائده هذه المتاحف الشخصيه يعني كثقافه، ان واحد يجي يدخل حيحط في باله انا بتعرف على الدكتور محمد، لكنه ايش حيخرج غالبا من متحف مثل هذا المتحف؟ المتاحف تشكل اهميه كبرى في زرع ثقافه الشعوب، ثقافه الافراد، ثقافه المجتمعات، لأنها نوع من ارتباط الانسان بالمكان ليس بالضروره هو ذاته، إنما أيضاً أبناء بلدته، أبناء مدينته، أبناء مملكته يبغوا يشوفوا هذه الأشياء. ما شاء الله يا دكتور، مؤلفات كثيرة، مكتبة عامرة، فرحلتك مع التأليف واضح إنها طويلة. صحيح. واللي أهم من ذلك أن في هذا المكتبة، يعني هي أول مكتبة في هذه المحافظة، فأردت بأن أعوض إخواني وأخواتي وأهلي في هذه المنطقة بأن يكون لهم منفذ على الثقافة من خلال هذه المكتبة. طب دكتور، يعني أنت من أهل المنطقة وما شاء الله هذه الكتب الكثيرة عن المنطقة، فأكيد لك نظرة مختلفة، فأنا يعني جاء على بالي سؤال: المنطقة مشهورة برونقها الخاص وجمالها، فإيش شفت جمال هذه المنطقة من وجهة نظرك كمؤرخ تاريخي؟ كل شيء فيها جميل، جبالها جميلة، إنسانها جميل، نسائها جميلات، وهذا الجمال المنعكس على الإنسان وعلى سواء كان رجل أو امرأة هو مستمد من جمال المكان. المكان جميل. أنت زرت أماكن كثيرة حول العالم، يعني شفت أماكن جميلة. دائما لما تسافر برا هل تشتاق للجمال اللي موجود في هذا المكان، تحن إليه؟ أنا أحمل هذا المكان معي في كل مكان ذهبت إليه.